أول شيء في أكيد قيمة مضافة أنه راح وفد من لبنان على الاجتماعات، لأنه مع الأسف بآخر فترة الاجتماعات السنوية اللي بيعقدها صندوق النقد عم بيكون الوفد كتير مقتصر على شخص أو شخصين. يعني مثلا أنا بقدر أحكيك من تجربة شخصية، لأني كنت باجتماعات صندوق النقد بتشرين الأول الماضي اللي انعقدت بمراكش، ما كان في حدا من الحكومة، ما كان في لا وزير مال لنايب رئيس حكومة اللي هو أساسا يعني رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد، ما كان في إلا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وكان يعني في غياب واضح وتام للوجود اللبناني الرسمي، لأنه اليوم في فصل كتير كبير بيصير بالصندوق من خلال الاجتماعات بين السلطة المالية والحكومة وبين السلطة النقدية. يعني في كتير اجتماعات السلطة النقدية الممثلة بحاكم المركزي ما بيقدروا يحضروها إذا ما كان مقعد لبنان ممثل بمسؤول رسمي. فهي أول يعني هي أول إيجابية إذا بديك، أنه اليوم كان في وفد لبناني كبير، أقلق كان في ممثل عن الحكومة، كان في أيضا رئيس لجنة المال والموازنة ناي إبراهيم كنعان كمجلس نيابة، وكان في طبعا كل يعني أعضاء الحاكمية حاكمية المصرف المركزي. هلأ هي من حيث الشكل إذا بديك، لأنه هي تتيح للبنان أنه يروح يعمل اجتماعات، يحكوا الناس مع بعضهم، يصير في شوية تواصل بعد انقطاع طويل صار بسبب الأزمة. يعني بنعرف نحن أنه من وقت اللي بلشت الحرب بغزة تراجعت كثير أولوية الملف الاقتصادي والنقدي والمالي، كما أنه وقف ده الصندوق يعني الممثل المقيم للصندوق بلبنان ترك لبنان، ما عاد عم بيصير فيه هاللقاءات يعني الدائمة، وحتى من مبعوثي الصندوق صار كثير البعثات تجي بشكل كثير كثير قليل وسريع. لذلك اليوم في تحريك لهالملف. هلأ من حيث المضمون أهميته، أنه إذا بتتذكري كان مرق فترة صار في كلام أنه الصندوق سينسحب من لبنان، أنه لن يكون هناك يعني سقط الاتفاق الموقع من سنتين، كيف ساقبت أنه بداية هذا الشهر يكون مرق عليه سنتين للاتفاق. فهيدي كانت فرصة ليأكد الصندوق التزامه تجاه لبنان، التزامه الاستمرار بالاتفاق. ولكن اللي نحن بلبنان ما بننتبه له انه الصندوق ملتزم تجاه لبنان، ولكن لبنان ليس ملتزم تجاه الصندوق. يعني لبنان لا يقوم بالاجراءات المسبقه اللي تم التوافق عليها واللي على اساسها وقع الاتفاق الاولي، واللي هي يفترض انها تكون مقدمه لدخول لبنان بالبرنامج مع الصندوق. فاليوم لبنان عمل منهم كم شغله، ولكن مش كل الاجراءات، وهي عددها 8. بذلك ما عطى إشارات جدية على التزام حقيقي وجدي بهيدا الموضوع. هيدا من ناحية. من الناحية الثانية تأكد أنه اليوم لبنان لا يزال متمسك أيضا بالاتفاق مع الصندوق. يعني كمان لقاء الكلام أنه لبنان خلص خلى وما بده، يعني مش بس الصندوق انسحب وإنما أيضا لبنان تراجع عن طلبه المساعدة من صندوق النقد. لذلك اليوم كانت ضرورية هالشغلة، كما أنه الصندوق أكد بالاجتماعات اللي صارت، صحيح أنه سمعنا كتير كلام هون أنه صار في تنويه بالسياسات المتبعة كان على مستوى المصرف المركزي أو على مستوى لجنة المال والموازنة، وهذا كلام مفهوم وواضح لسبب أنه المسؤولين عن هالملفات كانوا موجودين في الصندوق، وأكيد بدهم يقولوا هذا الكلام أمام الرأي العام اللبناني. ولكن كان في كمان تحفظات كتير كبيرة، وكان في رسائل كتير واضحة للبنان أنه نحن متفاهمين، نحن مكملين معكم، ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، ولا يمكن للبنان أن يبقى متخلفا عن تنفيذ التزاماته تجاه الناس بالأول. يعني القوانين الإصلاحية المطلوبة أنه مش مسموح بعد 5 سنين في أزمة ودائع، في ناس بعدها عم تفتش على أموالها، وأموالها بالمبدأ كما هو ظاهر تبخرت، وفي عجز عن
تقديم أي خطة جدية وإجراءات جدية وعملية يمكن أن تعيد هذه الأموال إلى أصحابها. في فترة حب ذكر أنه كان في كلام أنه الصندوق من ضمن خطته شطب الودائع. تبين بهي دول الاجتماعات البارحة يعني على مدى الأسبوع أنه لا، الكلام ما عم بيكون عن شطب ودائع، وإنما أكيد عن إعادة هيكل القطاع المصرفي، عن عمليات وإجراءات مطلوبة يعني للنظر بالآلية اللي ممكن أنه تعاد فيها الأموال. وكان في حديث ل نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد اللبناني سعاد الشامي أنه هناك خطة يجري العمل عليها، مثل ما قال كمان وسيم منصوري أنه نحن كمان عندنا بعض الأفكار بدنا نتقدم فيها، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الودائع الكبيرة، لأنه هي المشكلة مش بالودائع الصغيرة وإنما بالودائع الكبيرة من خلال صندوق استرداد الودائع. وكان كتير واضح لمرة جديدة كمان، ولو كان قاسي بالكلام، بس سعاد الشامي قال انه ما نتوقع رد كامل للودائع، لان هي شغله ما رح فينا نعملها، ولكن عم ندرس الطريقه اللي بنقدر نرد الحجم الاكبر من الودائع من خلال هالخطه. لذلك اليوم الاجواء مقبوله نسبيا مثل ما عم بقول لك، ولكن الاهم هلا عوده هالوفد على لبنان. هل سيكون لبنان مستعد للقيام بأي إجراءات بأي حركة؟ أنا بشك بالموضوع، لأنه مع الأسف اليوم الأولوية أولوية أمنية بامتياز بالبلد، أولوية سياسية بامتياز. اليوم مع المخاطر والتهديدات الإسرائيلية المتعاظمة بالجنوب والمخاوف من أنها تمتد لكل لبنان، بفتكر أنه السلطة بمكان آخر. كذلك بالنسبة للملف السياسي، بالنسبة لاستحقاق رئاسة الجمهورية وكل هالأمور اللي شاغلة السلطة السياسية عن الهم الاقتصادي والمالي والمادي. إذا فينا نحكي شوي عن ملف النازحين السوريين، وهو الملف اللي كتير متداول بهيدي الفترة، واليوم بتعرفي عم ينحكى أنه هيدا الملف عم يتعقد يوم بعد يوم، وبالتالي عم بتخف المساعدات للنازحين السوريين، وبالتالي أيضا عم بتخف المساعدات للمجتمع المحلي وبلبنان. أي تداعي برأيك رح يترك هيدا الموضوع على الوضع الاقتصادي وعلى قدرة الناس على التحمل بظل ارتفاع معدلات الفقر بلبنان؟ هلا اكيد انه هيدا ملف صار تقله كثير كبير على كل القطاعات بلبنان وعلى كل الاوضاع بلبنان، يعني عم نحكي سياسيا، امنيا، اجتماعيا واقتصاديا، وكل يعني قطاع نقدر نحكي ساعات فيه قد ايه حجم التاثير كبير، لا سيما انه بالملف الامني اللي دائما يتقدم اي اولويه ثانيه لما بيصير الامر بيتعلق بسلامه الناس، اللي على الجرائم اللي عم نشوفها واللي عم بتبين كل مره من التحقيقات انه عم بيكون في وراها عصابات فيها سوريين. هيدي صارت تطرح علامات استفهام كثير كبيره، انه هل سيكون هناك تفلت امني ويجر إلى مكان آخر، لأنه بنعرف نحن أنه إذا بلشت بأحداث فردية ممكن تتطور، ممكن يدخل عليها أكثر من عنصر يحركها ويدفعها باتجاهات مختلفة. وشفنا المناخ اللي كان سايد وقت مقتل القيادي بحزب القوات اللبنانية باسكال السيمان. لذلك اليوم مطلوب على المستوى الأمني أن يكون في ضبط كامل جدا بهذا الموضوع لما يتفلت ويخرج عن السيطرة. على المستوى الاقتصادي الدولة قادرة تعمل كتير أمور، ولكن مع الأسف متخلفة عن القيام بها وناطرة. يعني الكل بيوضع هالملف بأنه بضرورة وأهمية التفاهم مع الحكومة السورية. نحن عم نغفل شغلة، أنه نحن اليوم كدولة وعندها سيادة ومؤسساتها مفروض تكون عم تشتغل، لازم يتعامل السوري الموجود بلبنان كما يتعامل أي عامل أجنبي آخر. اليوم في رخص فيها تطلع وزارة العمل، في إجازات لقوننة وتنظيم العمالة السورية بلبنان اللي عم تاكل كتير من صحن العامل اللبناني بظل أزمة اقتصادية كتير خانقة وانكماش واقتصاد واقف عن نشاطه. هيدي من ناحية. من ناحية تانية مسألة التهريب المفتوح، الحدود السائبة بين لبنان وسوريا اللي ما عاد تأثيرها فقط على المستوى الأمني وإنما أيضا شفناه على المستوى الاقتصادي. ومنتذكر تمام أنه فترة اللي نفت فيها احتياط مصرف لبنان راح معظمه على التهريب إلى سوريا، على الدعم
لسلع كانت أيضا تهرب ويستفيد منها الجانب السوري. نقطة ثالثة أنه كمان مش بس فرص العمل على مستوى التوظيف، وإنما بلشنا نشوف أنه في استثمارات عم تنعمل لسوريين داخل لبنان عم بتنافس يعني بقطاعات تجارة، بقطاعات المطاعم، بأكثر من مجال عم بتنافس العامل أو المستثمر اللبناني. لذلك كل هالأمور إذا ما نوضع لها إطار تنظيمي وتقوننت هتودي البلد بعد فترة مش بعيدة كتير، لأنه إذا منلاحظ تزايد عدد السوريين كيف عم بيصير بدها توصل لانفجار اجتماعي، لأنه اليوم الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يكون اقتصاد يحكي شعبين، يعني أساسا مش قادر يقيم الاقتصاد اللبناني اليوم بالشعب اللبناني، فكيف له أن يعني يعيش اقتصاد تاني؟ وبده يكون التحرك الثاني مش بس على المستوى الداخلي للدولة، وإنما أيضا مع الدول المانحة، دول الجوار، دول الاتحاد الأوروبي اللي بعدها عم تعمل كل جهد ممكن لمنع عودة السوريين من لبلادهم بسبب المخاوف بأنه هولي مش رح يرجعوا على بلادهم وما في فرص عمل هنيك، رح يروحوا على أوروبا. لحد اليوم بلشنا نلمس شوية تغير بهيدا المزاج الأوروبي. ليه؟ لأنه بلشنا نشوفه عند الأبارسة، عند اليونان وعند الإيطالية، لأنه هني هول الدول الثلاثة الأكثر تأثراً بالحركة الهجرة غير الشرعية للسورية إلى بلادهم، وخصوصي قبرص اللي هي تعتبر السد الأخير أمام تدفق السوريين إلى أوروبا. لذلك اليوم التعويل على أنه هل دول الثلاثة تقدر، خصوصي أنه في مؤتمر للنازحين ببروكسل في آخر الشهر، تقدر تأمن هالفكرة اللي بلشت تنطرح وعم تتبلور شوي شوي أنه إقامة مناطق آمنة لتأمين عودة السوريين. وهون بحب أذكر أنه نحن خطة الحكومة بالأساس هي لتأمين عودة 15,000 سوري بالشهر. نعم. مع الأسف لم تطبق، لأنه لو طبقت بوقتها يمكن كان الوضع هلأ أفضل شوي مما هو عليه. نعم الكاتبة السياسية والاقتصادية سابينة ويس، شكرا لك ولوقتك.